بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في هذه الحلقة يبتدئ بباب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. الإمام عليه الصلاة والسلام، الأئمة جميعا، لهم فضل من الله سبحانه وتعالى منحه إياهم ولهم صفات في هذا الحديث الشريف والحديث الذي يليه حديثان الامام الرضا عليه السلام والامام الصادق يبينان قسما من فضائل الائمه وصفاتهم وكيفيه معرفتهم الحديث الاول حديث طويل مفصل معروف بحديث الامامه في هذا الحديث عبد العزيز ابن مسلم من اصحاب الامام الرضا عليه الصلاه والسلام وكان مع الامام في مرو مرو عاصمه خراسان وقد جعلها المامون العباسي عاصمه له قبل ان ينتقل الى بغداد، وحينما اجبر الامام الرضا عليه الصلاه والسلام على قبوله ولايه العهد، امر الامام ان ياتي الى مرو، فكان عليه السلام فيها حوالي خمس سنوات، ولما اراد المامون الرجوع الى بغداد واتخاذها عاصمة له بعد ان تصالح مع بني العباس في الطريق قتل الامام الرضا عليه الصلاه والسلام بالسم، لان صلحه مع سائر بني العباس بعد القتال الذي حدث بينه وبين اخيه الامين، وبعد ان انحاز بنو العباس مع الامين ولم يقبلوا بالمأمون، فرجع إلى خراسان وبقي فيها سنوات وبعد ذلك اتفق مع سائر بن العباس فكان ذلك يقتضي إزاحة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من ولاية العهد فقتل الإمام بالسم وكان من ضمن المعاهدة بينه وبين بني العباس حسب المنقول أن يجعل الخلافة من بعده للمعتصم أخيه المعتصم وهذا بهذه الطريقة تصالح مع سائر بن العباس ورجع إلى بغداد وبعد موته استلم أخوه المعتصم الخلافة على كل حال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حينما كان في مرو فترة كان مسجونا في إحدى القصور وفترة من الفترات كان يحضر في مجلس المأمون وكان قد اشترط أن لا يتدخل في أمور الدولة لكي لا تحسب عليه أية أي أمر من أمور المأمون، من ظلمه وفعله وظلم عماله وولاته وقطاته على كل حال فالإمام عليه الصلاة والسلام حينما كان بمرو اجتمع معه عبد العزيز ابن مسلم وكان ذلك في المسجد الجامع في يوم الجمعة الناس أكثروا الكلام في أمر الإمامة بعد ذلك عبد العزيز ابن مسلم دخل على الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يساله عن امر الامامه، لان امر الامامه من الامور التي كثر الحديث فيها بين المسلمين من زمان رسول الله صلى الله عليه واله والى يومنا هذا حينما عين الرسول بامر من الله عز وجل امير المؤمنين عليه السلام للخلافه من بعده كثر اللغط في ذلك وكثير من المنافقين لم يقبلوا هذا الامر واعترضوا على الله وعلى الرسول صلى الله عليه واله في ذلك وبعد الرسول ايضا في يوم السقيفه كثر الكلام في ذلك والاختلاف وبعد ذلك الى يومنا هذا وانشق المسلمون فرق وطوائف بسبب امر الإمامة ولو كانوا يطيعون الله ورسوله في أمر الإمامة لم اختلفوا ولكنهم اختلفوا كما اختلف أصحاب الأنبياء من بعدهم على كل حال هنا الإمام الرضا يبين في كلام مفصل صفات الإمام وفضائله وقبل ذلك الإمام الرضا عليه الصلاه والسلام يبدا بمقدمه يستدل على ان الامام بالتعيين لاننا تبعا لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام نقول ان الامام لا يعينه الا الله سبحانه وتعالى لان الله هو الخالق بيده التكوين وبيده التشريع ودلت الأدلة العقلية والنقلية كما سنبينها على أن التعيين من الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة كما يختار الأنبياء ولا يحق للناس اختيار الأنبياء كذلك يختار الأئمة ولا حق للناس أن يختاروا الأئمة فلذلك الاختيار والشورى والمشورة وما إلى ذلك في غير ما أمر الله أمرا تعينيا فيه يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة بعد ماكو مجال لأن نتشاور في هذا أن نصلي أو لا نصلي الله أمرنا بصوم شهر رمضان لا مجال للتشاور والمشورة في ذلك الله أمرنا بالحج الله أمرنا باتباع الرسول هذا لا مجال للشورى فيه كذلك الله سبحانه وتعالى عين لنا الامام، لا مجال للشورى فيه، نعم الامور التي لم يعين الله سبحانه وتعالى فيها شخصا او شيئا يمكن ان تدخل في مجال الشورى كما قال وامرهم شورى بينهم اما اذا الله عين واختار ليس للناس الخيار. والله سبحانه وتعالى عين اثني عشر اماما اولهم علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام واخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء بتعيين من الله سبحانه وتعالى لا بتعيين من الناس، الناس قبلوا قبلوا او لم يقبلوا لا فرق في ذلك، اذا قبلوا فمن سعادتهم، اذا رفضوا فمن شقائهم والحجه تامه عليهم. كما بالنسبة للأنبياء الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء الناس قبلوا الأنبياء فهذا من سعادتهم رفضوا الأنبياء قتلوهم خالفوهم فهذا من شقائهم والحجة تامة عليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل زين فعبد العزيز ابن مسلم يقول: ذكرت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ما دار بين الناس في المسجد الجامع في يوم الجمعة فالإمام عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم هؤلاء جهلوا الحق وخدعوا بسبب آرائهم عن آرائهم يعني بسبب آرائهم خدعهم ابليس بسبب انه سول لهم آراء فاتبعوا تلك الآراء وتركوا الأدلة الواضحة القرآنية والأدلة الواضحة من سنة الرسول صلى الله عليه واله ومن العقل أيضا ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل بدليلين على أن الإمام بالتعيين في الدليل الأول يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء بيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وانزل في حجه الوداع وهي اخر عمره اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وامر الامام من تمام الدين ولم يمض صلى الله عليه واله حتى بين لامته معالم دينهم الى اخر الدليل الاول حاصل هذا الدليل هو ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الدين ناقصا الدين كامل اليوم اكملت لكم دينكم نقصان الدين نقض للغرض لان الله سبحانه وتعالى اراد هدايه الناس فأرسل لهم وسيلة الهداية، وسيلة الهداية كاملة غير منقوصة. إذا الدين ناقص معنى ذلك أن الهداية ناقصة. وفي يوم القيامة الحجة سوف لا تكون كاملة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدين ناقصا، فلذا الحجة تامة، قل فلله الحجة البالغة. زين. الله سبحانه وتعالى بين في القران كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ومن المعلوم ان امر الامامه من اهم الامور ولذلك نجد انه من بعد الرسول الى يومنا هذا اشد الخلاف بين المسلمين في امر الامامه. واكثر من قتل من المسلمين وثارت حروب حول موضوع الامامه. فهذا الموضوع المهم اللي هو من اهم الامور، هل يعقل ان الله سبحانه وتعالى لم يبينه للناس وان يكون الدين كاملا بدون هذا الامر المهم؟ الله سبحانه وتعالى بين جزئيات في القران احكام فرعيه جزئيه هل يعقل ان لا يبين امرا يرتبط به مصير المسلمين جميعا ترتبط به جنه المسلمين او نارهم هذا لا يبينه للناس هل يعقل ذلك الله سبحانه وتعالى الامور الجزئيه بينها في القران، هذا الامر المهم ما يبينه حتى العامه هم يعترفون بان الامامه من اهم الامور، يعني حتى غير الشيعه رووا روايات متعدده مستفيضه او متواتره. من مات ولم يعرف امام زمانه وفي بعض الاحاديث من مات وليس في عنقه بيعه لامام مات ميته جاهليه. زين الميته الجاهليه يعني شنو؟ يعني ميتة كفر ونفاق الذي كان يموت في الجاهليه كان يموت كافرا منافقا او منافقا هذه الميته الجاهليه زين الذي يموت ولم يعرف امام زمانه او ليست في عنقه بيعه لامام هذا الانسان يموت ميته جاهليه زين الشيء اللي بعدمه الانسان يكون كافر او منافق ميته ميته جاهليه هل يعقل ان لا يبين في القران؟ هل يعقل ان الرسول صلى الله عليه واله تركه هكذا؟ وهل يعقل ان الدين يكون كامل بدون هذا الامر؟ لا يعقل ذلك. الله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه حتى اكمل له الدين ولذلك تجد بعض المتاخري العامه من غير الشيعة لما التفتوا إلى أن مسألة الإمامة من أهم مسائل الدين زين كيف الرسول ترك الناس هملا مهملين لم يبين لهم ذلك وصار اختلاف إلى يومنا هذا لذلك حاولوا أن يلمحوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله عين أبا بكر رواه رواية موضوعة ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر مثلا وجاءوا واستدلوا بصلاة الرسول صلاة أبي بكر في مرض الرسول صلى الله عليه وآله في المحراب مع أن الرسول صلى الله عليه وآله ذهب وسحبه من المحراب وهو صلى على رغم أنه كان مريضا لذا في هذه الجهة في صلاة أبي بكر في مسجد الرسول روايات غير الشيعة في كتبهم مضطربة جدا تشوف ان الرسول صلى الله عليه واله لابلاغ ايات البراءه ارسل في البدايه ابا بكر واعطاه هذه الايات ليذهب الى مكه في الحج الاكبر في وسط الطريق كان جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه واله وقال لا يبلغها الا انت او واحد منك فرسول الله صلى الله عليه واله ارسل علي بن ابي طالب وقال خذ منه آيات البراءة وأنت اقرأها على الناس في الحج الأكبر فأمير المؤمنين وصل إلى أبي بكر وأخذ منه الآيات وأبو بكر رجع إلى المدينة والرسول وأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قرأ هذه الآيات على المشركين وعلى غيرهم في الحج الأكبر إذن المقصود أن مسألة الإمامة من أهم الأمور فلا بد ان تكون من مسائل الدين والقران ذكرها كما سنذكر الآيات والرسول صلى الله عليه واله عين الإمام. زين اذا واحد يجي يسأل الرسول عين الإمام لكن نرى المسلمين مختلفين لحد الآن من ذاك الزمان إلى يومنا هذا من يوم السقيفة وإلى يومنا هذا. الجواب ان الله سبحانه وتعالى عين ولو كانوا يتبعون تعيين الله سبحانه وتعالى لم يكن هناك خلاف لكنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى والنتيجة شنو صارت؟ النتيجة صار الاختلاف الاختلاف ليس بسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لهم الاختلاف بسبب أن الكثير عصوا أمر الله سبحانه وتعالى فالمشكلة فيهم وإلا الله أكمل الدين كما ان الله سبحانه وتعالى ارسل محمدا صلى الله عليه واله لهدايه الناس. زين كثير من الناس لم يهتدوا الى يومنا هذا، اكثر الناس مشركين وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. زين الخلل هل في ان الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين، لم يرسل الرسل، لا، الله ارسل. وطريق الهدايه جعله امام الناس واضحا محجه بيضاء. لكن الناس خالفوا فالحجه تمت عليهم، قل فلله الحجه البالغه. كما ان كثيرا من الناس لم يتبعوا الانبياء واختلفوا من بعد الانبياء ولو شاء الله، الايه الشريفه في سوره البقره، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الى ان يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا كما ان اتباع الرسل من قبل الرسول صلى الله عليه واله اختلفوا يعني كثير منهم خالفوا امر الرسل كفروا والبعض منهم لم يخالفوا امر الرسل فاستمروا على الايمان هذا الامر ايضا كان في أمة محمد صلى الله عليه وآله الله بيّن جعل لهم المحجة الواضحة إذا خالفوا الرسول إذا خالفوا تعيين الله سبحانه وتعالى إذا أزاحوا الإمام إذا حاربوا الإمام هاي المشكلة فيهم وليست المشكلة من أن الله لم يبين لا الله بيّن بس هم خالفوا فلذا استمر الخلاف ولو الله سبحانه وتعالى ما كان يعين في يوم القيامه لهم الحجه انت لم تعين لنا فاحنا اختلفنا لاننا ذو اراء مختلفه لم نتفق على شخص اختلفنا لكن اذا الله عين كما هو عين واختلفوا خالفوا امر الله الحجه البالغه لله في يوم القيامه الله يقول انا عينت لكم والاكثر خالف زين خالف أمر الله سبحانه وتعالى، فالمشكلة فيه الحجة تمت عليه وليس بسبب نقصان الدين. زين أيضا يجفد أشكال آخر على هؤلاء الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يعين إماما. إن الله سبحانه وتعالى لم يعين إماما. نقول زين هل الدين كمل أو لم يكمل؟ بموت الرسول قبل موت الرسول الجميع يعترف ان الدين كمل قبل موت الرسول صلى الله عليه واله اليوم اكملت لكم دينكم. زين الدين كامل فيوم اللي الرسول توفي لم يكن هناك خليفه باسم ابي بكر ولا خليفه باسم عمر ولا خليفه باسم عثمان هؤلاء لم يكونوا معينين من قبل الله والرسول انتم تعترفون بذلك ايضا. زين فليست خلافتهم من مسائل الدين امر اداري صرف زين احنا الان بعد 1400 سنه ليش لازم نتبعهم؟ لماذا نتبعهم؟ ليس من الدين لان تقولون الدين كمله من دون امامه هؤلاء من دون خلافه هؤلاء انتم تعترفون بذلك فلماذا الان يجب ان نعتقد بامامتهم؟ وهذا التناقض هم واقعين فيه ولا يتمكنون من الجواب عنه. اما نحن نقول كما دلت الادله وسنقرا بعضها ان الله سبحانه وتعالى عين علي بن ابي طالب للخلافه من بعد الرسول بلا فصل. والرسول بلغ ذلك في حديث الغدير وغير حديث الغدير. فلذلك هذا جزء من الدين الذي نزل على محمد، فلذلك إمامة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من الدين بل وبها كمل الدين. فإذا إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه واله حتى أكمل له الدين. وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أحلت لكم الطيبات وما الى ذلك من الايات التي ذكرت الحلال والحرام وبينت الحدود والاحكام يعني سائر الاحكام التكاليف الحلال والحرام بينا، اما سائر الاحكام يعني الوجوب، الاستحباب، الكراهه مثلا الاحكام الوضعيه الله سبحانه وتعالى بينا، الحدود ايضا والحدود في الاسلام على اقسام ثلاثه كما يذكرها الراغب في مفرداته مر الحدود من الطرفين، مر الحد من الطرف الاعلى، مر الحد من الطرف الادنى الحد من الطرفين كالصلاة صلاة الصبح لا يجوز الزيادة فيها تصليها ثلاث ركعات مثلا، أربع ركعات لا يجوز. أو تنقص فيها تصليها ركعة واحدة لا يجوز. مو مثل الوليد الذي كان حاكما على الكوفة في زمن عثمان بن عفان فشرب خمرا ووطأ جاريته فلما أذن الصبح ذهب إلى الصلاة وهو سكران مجنب وصلى بالناس أربع ركعات في القضية المعروفة هذا الوليد الذي نزلت فيه آيتان من القرآن الكريم تبين فسقه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يعني الوليد وفي آية أخرى إن جاءكم فاسق بنبإ الفاسق هو الوليد إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا صلاة الصبح محدودة من الجانب الأقل لا يجوز من أقل من ركعتين ومن الجانب الأكثر أيضا لا يجوز أكثر من ركعتين. عندنا حدود من الجانب الأقل معين من الجانب الأكثر مو مشكلة مثل الزكاة أنت تدفع هذا المقدار أقل من الحق الواجب لا يجوز لك أن تدفع، أما تدفع أكثر هذا الشخص له مثلا مائتي درهم زين في في المائتي درهم يجب خمسة دراهم زين هذا بدل ما يدفع خمسة دراهم يدفع عشر دراهم خمسة الحق الواجب وخمسة صدقة مستحبة لا بأس بذلك من أربعين خروف يجب عليه أن يدفع خروفا واحدا زكاة هسه بدل ما يدفع خروف واحد يدفع خمسة خرفان زين واحد يكون الزكاه الواجبه والبقيه تكون صدقه مستحبه فمن الجانب الاقل لا يجوز التقليل من جانب الاكثر يجوز ولو بعنوان اخر عندنا الشيء الاكثر محدد مثل الزواج لا يجوز الزواج الدائم باكثر من اربع زواجات خمسة ستة لا يجوز لذا إذا كافر متزوج بزواجات متعددة الآن أحيانا في الأخبار يأتي أن فلان مثلا رئيس الدولة الفلانية في جنوب أفريقيا له كذا وعشرين زوجة مثلا زين إذا كافر أسلم عن زواجات أكثر من خمس من أربعة زوجات هنا يقال له اختر أربعة منهن اختار أربعة والبقية ينفسخ نكاحهن زين. التحديد من جانب الاكثر لا يجوز اكثر من اربعه، لكن من جانب الاقل واحد ما يريد يتزوج ليس الزواج واجبا وانما هو مستحب. واحد يتزوج واحده ايضا يجوز ذلك، لكن ان يتعدى عن اربعه لا يجوز. الله سبحانه وتعالى كما بين الحلال والحرام والحدود والاحكام كذلك بين وجميع ما يحتاج اليه الناس كملا يعني كله زين في امر الامامه انزل في حجه الوداع في اخر عمر الرسول صلى الله عليه واله لان رسول الله صلى الله عليه واله في السنه العاشره من الهجره كتب الى الافاق ان يجتمع المسلمون في تلك السنه في الحج فاجتمع في الحج في تلك السنة مئة وثمانون ألف واحد من الحجاج المسلمين اجتمعوا في حجة الوداع بعد أن رجع من هذه الحجة مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وتوفي في الأخير من من صفر سنة 11 زين في حجة الوداع الله سبحانه وتعالى امر الرسول ان يبلغ امر الامامه للناس في منى الجميع مجتمعون والرسول صلى الله عليه واله بلغهم في ذلك ثم في طريق العوده وصلوا الى منطقه بين مكه والمدينه في غدير خوم امر الله رسوله ان ياخذ البيعه من المسلمين لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. ففي الغدير كان اخذ البيعه لذا تسمى بيعه الغدير. زين هذا في كلام وبيان ان شاء الله نتركه الى حلقه قادمه. فالحاصل ان الله سبحانه وتعالى بين في القران كل شيء يحتاج اليه المسلمون. واكمل الدين قبل وفاه الرسول وامر الامامه من اشد المسائل احتياجا ومن اشد المسائل اختلافا هل يعقل ان الله سبحانه وتعالى لا يبين هذا الامر ويترك الناس هكذا لا يعقل ذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا بهداه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين